السلام عليكم. عندي هذا السؤال، من الأسئلة الزنخة ما أدري صراحة، يعني مش سؤال عادي، يعني سؤال بده كثير كثير. أول شيء بقول لي هذا قائد متحرك، مش متحرك، كل الدرجة المتحرك إذا عرض الدرجة، 250، يعني عندك درجتين هيك تمام، إذا عرض الدرجة هاي 0.5 متر تمام، اللي هي 250 ملي، وارتفاعها 25.125 تمام، نعطيه الارتفاع 4. بس انا بدي اعرف كم درجة عندي، كل واحدة بتعمل 125 والارتفاع كلي 4، كي 4 تقسيم 0.125 تمام، 4 تقسيم 0.125 هاي كلها 4 متر، ارتفاع درجة ارتفاع درجة ارتفاع درجة ارتفاع درجة 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 لحتى يصير 4، كل واحدة يعني ارتفاع الدرجة عدد الدرجات بيعطيني 4، صح؟ 4 على ارتفاع الدرجة بيعطيني عدد الدرجات، بيطلع معي 32 درجة. 32 درجة عندي. ليش أنا ارجع عدد الدرجات؟ هون بيقول لي إذا كتلة الدرجة عندي 150، كم الوزن الكلي على المصعد هذا؟ هو عبارة عن ام في جي، ام في جي صح؟ ام في جي. ام في جي اللي هو 150 9.81. انا كم درجه عندي؟ عندي 32 درجه تمام، فهيك انا طلعت كم اللود؟ اللود 47 بوصل 88 نيوتن تمام. اللود وين بيكون؟ بيكون بالمنتصف، المنتصف تمام. قديش الشغل اللي عمله قبل ما يطلع من هون مثلا هون؟ اذا اللود بالمنتصف، اذا هاي المسافه 4 متر بيعمل شغل 2 متر، اللود بالمنتصف بيعمل شغل 2 متر. الشغل عندي هو عباره عن اللود اللي طلعته باثنين، معي 94.18 كيلو جول. هسه شو بعمل؟ اذا بدي انا باور، بعرف انها اف في، بدي اجيب الفورس، اللي هي 47. كل الفي كيف بدي اجيب الفي؟ بكل بساطه انا عندي بمشي هون، هي وقال لي انها بسرعه 0.6، هاي الفي، بس انا مش الفي هاي اللي بديها، في مائل، انا بدي في واي. ليش؟ لان انا ما اخذ عدد الدرجات وارتفاع الدرجات على واي. فاذا عندي مثلث زي هيك، في في هاي في واي زاويه ثيتا تمام، فانا بحكي في واي تساوي في ساين ثيتا، هاي كم؟ 0.6. ساين ثيتا كم؟ مثلث ثيتا، عندي كم ساين ثيتا؟ 4 على الوتر، 4 على الوتر. الوتر كم؟ او كم العرض؟ بدون ورد العرض، كم الوتر؟ الوتر كم؟ 4 تربيع زائد كم عرض الدرجة الواحدة مشان اوجد الارتفاع الافقي هذا؟ 52 صح؟ درجة عندي 32 2.5 32، هيك انا عندي العرض هاف كامل تربيع. هاي ساين ثيتا، بطلع ايش؟ بطلع الفي واي. طيب هات الفي واي خلاص، اف في 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 الفورس اللي هو اللود العمودي، والفي اللي هي الفي واي. بدي الباور، كم الشغل طلعته؟ هاف الباور، بساوي اليو على التي، باور يعني يا هيك يا هيك تمام، اليو على تي او اف في في. تطبق يو على تي بدي اطلع الزمن، شو بيساوي؟ اتش دلتا اكس بتساوي بي في تي صح؟ اتش 4 في هي طلعتها، فالزمن كم؟ مع بعض يعني هون خلط هون شابتر 11، فاذا بدك تحل هاي هذا قانون شابتر 13 احنا متعودين عليه. في في الفكره بالسؤال انه السرعه عندي في واي اون اللود عندي عمودي، اوجد المسافه الافقيه. اذا انا عندي 32 درجه، مو بالسؤال حكي لي في 32 درجه، مش معطيك انت بتحكي 0.6 او تحكي هذا الوحده عرضها 250 في 32 درجه كم عرضها؟ سيبو 4 في 32 في ربع وبس، شغل والطاقه معروف، يعطيكم العافيه.